مشاهدينا جولتنا مستمرة معكم وفيها أيضا بعد قليل. أبناء الجالية التركية المقيمة في مدينة آيندهوفن الهولندية يقيمون مجلس عزاء حسيني استذكارا لواقعة الطفل الأليمة. حياكم الله من جديد. أحيا أبناء الجالية التركية المسلمة في مدينة آيندهوفن الهولندية مجلس عزاء حسيني بحضور عدد كبير من المسلمين من أصول مختلفة. المشاركون أوضحوا أن ملحمة كربلاء الخالدة تمثل لهم مدرسة كبيرة تمدهم بمبادئ الرسالة المحمدية التي ضحى من أجلها سيد الشهداء عليه السلام، مؤكدين تمسكهم بإقامة هذه الشعائر الحسينية على الرغم من عيشهم في دول المهجر. أحمد علي والتفاصيل. المسلمون الأتراك المقيمون في أوروبا والذين اعتادوا على أحياء أيام عاشوراء وإقامة أكبر مجلس عزاء حسيني في مدينة آيندهوفن الهولندية تعظيما وتخليدا لذكرى الفاجعة التي ألمت بمدرسة التضحية والبطولة والشهادة الإمام الحسين عليه السلام. قبل 12 سنة بدأنا على الاجتماع في قاعات نكرر مجالس الحسين عليه الصلاة والسلام للتعليم. مجلس الحسين عليه السلام مدرسة فيه أطفال، فيه الشباب، فيه النساء، فيه حتى من أديان المختلفة. حتى الآن بعض من الهولنديين مشاركين. نحن نوحي مصيبة أبا عبد الله الحسين من أول إلى آخر إن شاء الله، ومحبة أبا عبد الله الحسين يقوم في قلوبنا، ونحن نقوم مع أبا عبد الله، ونحن نحيي مع أبا عبد الله. الحمد لله كل سنة يشتركون كثيرا في مجالس المرتبطة بالحسين عليه الصلاة والسلام، ولله الحمد. المجلس هو تعبير عن الوقوف مع مأساة بيت النبوة الذي تعرض إلى الظلم، وقد بات ظاهرة سنوية يشترك فيها المسلمون على اختلاف مشاربهم وأعراقهم، كما يعد هذا المجلس مصدرا للتثقيف الديني للشباب وواحة تستلهم منها الأجيال الدروس والعبر. إمام حسين عليه السلام كان تسن إمام حسين أن يزيد لعنة الله عليه وات خبرت إيش ألمال دي بتيكنس أيخلك إس دي ظلم أن تغي مظلوم دي إس تيالكار حق أن باطل دي بمنومه. Dus dat willen we graag aan onze kinderen meegeven. Ve sonuçta çocukları anneler yetiştiriyor ve buradan seslenmek istediğim bir noktada anneler daha çok kendilerini bu konularda geliştirsinler ki çocuklarına daha güzel İmam Hüseyin'in. رسالة الحق والاستجابة لكلمة الله سبحانه وتعالى التي استشهد من أجلها الإمام الحسين عليه السلام. وحدة العباد مهما اختلفت فيهم اللغات والأجناس. أحمد علي، قناة كربلاء الفضائية، هولندا.